ليكم ميساج واحد، عافاكم، حضيو راسكم، ديروا احتياطات ديالكم، حضيو وليداتكم، حضيو والديكم، حاولوا ما امكن تجنبوا البلايص، ما تخرجوش. حنا كون عرفنا هادشي ما نخرجوش كاع، كنا ما كنخرجوش، ولكن كون عرفنا يطرى لنا هادشي ما نخرجوش نهائيا، ناكلوا اللي كاين في الدار وما نخرجوش. كورونا كاينه، اعراض ديالها خطيره، ما كترحمش لا كبير لا صغير لا جون، كتقولوا لا جون ما كتجيهمش، كلشي كتجي، كلشي كتجي. لو كنتو مامنين بان كورونا كاينه ولا تكتشفوا؟ لا فدارنا كنا مامنين بكورونا، من نهار جات كورونا جلسنا من الخدمه صافي كلشي جلس، بقينا كسادين علينا في الدار من موامر، بقينا كادين علينا في الدار، خرجنا من الزنقه ولا ربع شهور تحيدوا هاد الفيروس، كنجيبوا على جبنا التقاديه كيخرج بابا اللي كان كيخرج يتقدى، كيجيب التقاديه كيجيب الخضره كنغسلوها كامله كندوزو عليها كلشي كنغسلوه، ما كندخلو حتى حاجه، لي شوزور ديالنا كلهم بجافير، لي بواني كلهم كنمسحهم، لاسونسور كامل كنمسحو بجافير، يعني كنا واخدين كاع الاحتياطات ديالنا وسيرتو بابا. وشنو كيفاش وقعت الاب ديالك ملي جبتو شنو وقع؟ الاب ديالي بداتو الاعراض، اول حاجه بداتو غير المعده، يعني كيحس بالمعده شويه سخانه، مره كتجي مره كتمشي، المهم ما كيكحف ما كيعطس ما والو. ابخي بدا داكشي كيتطور، مشينا دوزنا اللي عند الطبيب الاولاني، قال لي عندك غير المعده، خرج لي هادي اللي ميديكامون وكلشي كيشرب، مادام هو كيشرب في هذوك الدوايات هو الحاله ديالو كتدهور. مشينا عند الطبيب دوز لي اختصاصي تا خرج من العمليه كنتسناو فيه، ملي دوز لي قال لي غادي تمشي تشرب هاد الدواء، خرج لي عرم تاع الدوايات كيشرب، هو والله والله والو ما تحسنش الحاله ديالو، صافي ملي كيشرب هذاك هو ما بان لينا والو، جينا لواحد الطبيب اخر هو اللي دوز ليه، هو يقول لينا دابا تمشيو ديروا له التحليله ديال الكوفيد، ملي جناه درنا له التحليله وصيفطوه للدار، ملي مشى لينا للدار توقف لينا بزاف كيتقطع قدامنا، صافي تقطعت النفس منه، صافي ولا كيتركل بحال الحاول، يجينا كنطلع عليه كنصيبو صافي كيتركل، صافي توقف، ديناه لسبع ثمان صفيفط سبع ثمان ما داروا ليه والو، ديناه لميريسكو ما داروا ليه والو، تجناه ليهم هنايا عاد باش شناه ليهم هنا مع ثلاثة ديال الليل، خليناه ليهم صافي كنغوتو، قلنا ليهم ولا شوف واش ديروا ليه عاد باش شدوه، المهم نعسوه حتى الغد خرجت الليلة قال لهم راه عندهم. انتوما دابا جيتو باش ديروا التيست ولا شنو؟ لا باش نديروا التيست وباش نسولوا عليه، حنا كنسولوا غير من الباب وصافي. درتو التيست همايا ولا؟ درناه دابا اليوم عاد درناه. باقي انت كتحس بالأعراض، انت كتحس بالأعراض ديالك. شنو بغيت توجه للمؤمن؟ غير نقول الناس حداو راسكم، راه المرض كاين وراه كورونا كاينه، واللي كيقول كذوب راه ما عرفتش راه ما تحس بيا، تجيك وتجي لوالديك وتجي اللي قريب لك عاد تحس بيا، حنا عمرنا في عائلتنا عندنا بزاف في العائله وحتى واحد ما جاتو ولا عرفناه عنده حتى حنايا، جاب راه لينا هادشي عاد حسينا بيا والعائله كلها عييت، العائله كلها دابا عاد تعرفات كورونا كاينه وعاد عاد امنات بالكورونا راه كاينه وكلشي الناس عاد عرفوها، عمرها ما طرات لينا ملي جات دابا لينا حنا عاد امنا بها. سي شنو هما الاعراض اللي كتحسي بهم وشنو تبغي توجهي للمواطن؟ انا حاليا كنحس الاعراض اللي حسيت بهم دابا في الاول، ضرني راسي بزاف، يعني الصداع ديال الراس، شربت دوليبران، شربت الدواء كيفوتني شويه، ابخي حسيت دابا بصدري كيحرقني، دابا صدري واحد الحرق خفيف، حس يلاه يمكن يلاه باديان، والكحبه ناشفه، وكنعطس انا كنعطس ماشي بحال بابا، بابا ما عطسش، انا كنعطس دابا، ودابا في الصباح فاش فقت لقيت راسي نيفي ما كنشمش به مزيان، وانا عندي حاسه الذوق والشم عندي مزيانه، دابا حاليا الذوق عندي بحال شي مراره في الفم. وشنو بغيت توجه للمواطنين؟ الرساله ديالي راه واضحه وباينه، ان هاد الناس خاصكم تحضيو راسكم، حضيو راسكم ديال بصح، راه والله ما كترحم كورونا، انا كنحلف لكم باسم الرحمن ان كورونا ما كترحمش، كورونا راهي كاينه.